السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي على قناتكم دروس أونلاين في درس جديد، ألا وهو درس في الفيزياء الذي سيتمحور حول ليكيليبر دان سوليد اون روتاسيون اوتور دان اكس فيكس. نبدأ على بركة الله. Effet d'une force sur la rotation d'un solide. Donc, à du chevaux, توازن جسم وهو في حالة دوران حول واحد لاكس، حول واحد لاكس اللي هو فيكس، اللي هو ما كيتحركش، اللي هو فيكس. وغادي نعطيو أمثلة. دونك غادي نشوفو التأثير ديال لي فورس عامة على لا روتاسيون ديال ان سوليد، فاش كيكون كيدور على واحد لاكس. مثال، عندنا باب، باب كيدور على واحد لاكس اللي هو فيرتيكال، اللي هو فيرتيكال. وبالتالي الا كنا كندفعو في الاتجاه اللي هو كما كنقولو ما كيكونش كيقطع هذاك العكس اللي هو فيرتيكال، فان لا فورس كيكون عندها تأثير. بمعنى الا جينا لهنا، هذه واش غادي يكون عندها تأثير؟ هذه واش غادي يكون عندها تأثير؟ ما غاديش يكون عندها تأثير، لأن هذا موازي. وهذه واش غادي يكون عندها تأثير؟ لا، لأن هذا عمودي، عمودي. بالعكس، فاش كنشوفو هذه عندها تأثير، لأنها كتدفع في هذا الاتجاه وهي ما كتقطعش لاكس، ما كتقطعش لاكس. قلنا ان لا فورس فاش كتكون، يعني لا ديريكسيون ديالها فاش كتكون كتقطع هاد لاكس، لاكس ديال المحور ديال الدوران، ما كيكونش عندها تأثير. ولكن كنشوفوا ان هذه ما كتقطعش هذاك لاكس، ما كتقطعش لاكس. وبالتالي فانه هذه هنايا عندنا حالة خاصة، لأن عندنا هنا الباب هو على شكل مستطيل، وعندنا لاكس على شكل مستقيم، على شكل مستقيم واللي فيرتيكال. عادة كيكون لاكس كي اوريزونتال. وبالتالي عندنا هاد لا فورس هادي فاش كدفع من الفوق أو لا من التحت، مكيكونش عندها تأثير، مكيكونش عندها تأثير في الدوران. كنهضرو على الدوران، مكيكونش عندها تأثير في الدوران. مي بالعكس، إلا كان الباب كتدفعو في الاتجاه ديال اف 3، دونك اف 3 هادي في الاتجاه ديالها كيكون عند لا فورس تأثير. دونك سا دلتا هو سي لاكس دو روتاسيون. دونك سي اون اكزيرس سور اون بورت اوفيرت اون فورس باراليل ا لاكس دو روتاسيون سي سي نو تورن با. دونك هضرنا على هادي، الا كان لا فورس متوازية مع هاد لاكس، اما كيكونش عندها فورس تأثير بحال هادي اف 1. Si on exerce sur cette porte une force dont la droite d'action coupe l'axe, il ne tourne pas non plus. Donc, il y a la force qui a l'axe delta, ديال الدوران, فإن la force ما كيكونش عندها تأثير. Une force perpendiculaire à l'axe de rotation, elle est perpendiculaire à l'axe de rotation, provoque une rotation. L'efficacité de la rotation dépend de l'intensité de la force et de la position de la droite d'action par rapport aux axes ou l'axe de rotation. Bimana. Anno. La force li kekoun inda ta'tir katkoun amoudiya ala. Amoudiya ala. Had l'axe diel la dawara. Mi katkoun ma katqt'ouch. Katkoun amoudiya alih. ولكن ما كتقطعوش. هادو جوج ديال الشروط. وكنزيدو لا فورس ديال تاع لانتونسيتي، يعني باش ما كان، تبعو مزيان، باش ما كانت هاد لا دغوات داكسيون، هاد لا دغوات دياكسيون بعيده على لاكس ديال الروتاسيون، باش ما كانت لانتونسيتي كبيره. يعني الا دفعنا هنا ماشي بحال الا دفعناها، وماشي بحال الا دفعنا هنا. الا دفعنا هنا كتكون لانتونسيتي قليله،
الى دفعنا هنا كتكون لا توسيط كبيره وفي الحد الاقصى ديالها. دونك اون باس، دونك هذه اللي هضرنا عليها في الاول سي اف ا، هذه اللي هضرنا عليها في الثاني سي اف 2، وهذه اللي هضرنا عليها في الاخر هي اف 3 اللي هي عندها تاثير. اون باس دوزيامو، عندنا واحد الخاصيه جديده اللي هي لو مومون دون فورس بارابور ا اون اكس فيكس، بحال هذا مثلا في هذا الدلتا، هذا مثلا هاد لا فورس راه عندها واحد المومون، عندها واحد المومون ديالها كيتحسب يعني بطريقه خاصه وبعلاقه خاصه. دونك هذا كنسموه لو مومون، كيتسمى العزم بالعربيه، العزم القوه، عزم القوه. دونك ديفينيسيون دو مومون دو فورس، عزم ديال القوه. ديفينيسيون، دونك لو مومون دو فورس بارابور ا ان اكس اي لو برودوي دو لانتنسيتي دو سيت فورس بارابور بار لا ديستانس دي انتر لا دروا داكسيون دو لا فورس اي لاكس دو لا روتاسيون. اون لا نوترا ام دلتا دو اف، ام دلتا دو اف. دونك سا سي لا نوتاسيون ديال لو مومون، ديال لو مومون ديال لا فورس اف، ديال لا فورس اف. دونك عندنا واحد لا شيما هنايا، عندنا دابا هاد الجسم، هذا الجسم هو كيدور على هاد لاكس اوريزونتال دلتا، وعندنا هاد لا فورس هادي اللي كتطبق هنايا، وعندها هاد هاد لا ضغوة داكسيون، وهذا على ضغوة داكسيون ديالها. دونك هي فاش كتدفع في هاد الاتجاه، هذا عندها هاد الاتجاه كتدفع فيه، وعندها لا ديستونس بين لاكس يعني لاكس اوريزونتال او لا ضغوة داكسيون اللي هو هذا متقطع، هاد الخط المتقطع هذا هو لا ضغوة داكسيون ديال لا فورس. لا ديستونس هي هادي، هي دي، وضروري باش الا خصنا نحسبوا لا ديستونس غتكون متعامده، يعني كنشوفوا البلاصه فاش كتكون متعامده، ماشي نجي نحسب لا ديستونس من هنا، من هنا نقول هادي هي لا ديستونس، نو خصها تكون متعامده، تكون الخط ديال لا ديستونس دي تكون متعامد على لا ضغوط داكسيون، تكون متعامد، خصها تكون زاويه قائمه. وكان كنختاروا كنختاروا داك دال ديال لو سونس ديال يعني الاتجاه ديال الدوران ديال هذا الجسم اربيتريرمون، يعني اشنو هو يعني عشوائيه، اما نختاروا هذا هو لو بلس او نختاروا في هذا الاتجاه هو لو بلس، يعني الا كان في هذا الاتجاه يدين، الا كان في هذا الاتجاه، دونك الا كان في هذا الاتجاه بحال هكذا، دونك راه طبيعي غادي يكون موان، دونك لان حنا نختارينا بلس، دونك اختارينا في هذا الاتجاه، هذا اختارينا في هذا الاتجاه اللي هو بلس، اللي هو بلس، دونك هذا هو بلس اربيتريرمون، يعني عشوائيا اختارينا بان هذا هو البلس في هذا الاتجاه، يعني شنو هو غادي يكون العكس ديالو، هو موان. الى خرجت لينا لا فورس انها كتدفع في الاتجاه يعني المعاكس، كتدفع في الاتجاه المعاكس، يعني دروك هاد لا فورس هادي فين كتدفع، كتدفع على هاد الجي، كتدفع على هاد الجي، دونك سي هو نفس الاتجاه ديال هذا، يعني هذا فاش كيدور كيولي داير بحال هكذا، دونك نفس الاتجاه، دونك سي بلس، يعني لو مومون الي بوزيتيف. مي في حالة الا كانت لا فورس كتدفع على جي، الا كانت لا فورس كتدفع على جي اف، الا كانت اف كتدفع على جي، على جي غادي يكون لو مومون كيفاش داير، غادي يكون لو مومون نيجاتيف، لانه غادي يكون كيدفع لها جي، لها جي في هذا الاتجاه، هذا في هذا الاتجاه. دونك اتمنى انه يكون مفهوم. دونك هذه هي العلاقه، ام دلتا دو اف كيساوي اف فوا دي، ام دلتا دو اف سي اف سي لا تونسيتي دو لا فورس، سي لا تونسيتي سي لا نورم، لا نورم ديال لا فورس فوا دي، فوا لا ديستانس، فوا لا ديستانس هذه. دونك دي سي اون متر، هذا لو سيستيم انترناسيونال سي اون متر، اف سي اون نيوتن، او لو مومون دلتا دو اف سي نيوتن فوا متر، دونك كيساوي هاد لو برودوي هذا سي نيوتن فوا متر، ديال الوحدة ديالو. دونك لونيتي الوحدة دو مومون اي لو نيوتن فوا متر. اون باس، دونك لو مومون اتون غروندور الجبريك، كيفاش؟ يعني الجبريك يعني انها تقدر تكون سلبية، تقدر تكون ايجابية، يعني بوزيتيف او لا نيجاتيف. دونك لو مومون بو اتر بوزيتيف او نيجاتيف سون سين دو بون de sens positif arbitraire choisi. يعني اشنو هو قلنا، ها هو
اربيتخير شوازي. فاش قلنا انه اربيتخير شوازي، اربيتخير اربيتخير او دونك فاش قلنا اربيتخير يعني تقدر تختار الاتجاه، يعني الاتجاه الايجابي، يعني في اللي فيه بلس، اللي فيه بلس تقدر تختار هذاك الاتجاه اربيتخيرمون يعني عشوائيا، يعني حسابك انت، اما تختار في اليمين اما تختار في اليسار، انت شوف اللي بان لك يعني اربيتخيرمون كتختار اربيتخوم. يعني جاب الله في شي تمرين يعني ما عطاوكش الاتجاه اللي هو بلس، الاتجاه بلس يعني الاتجاه اللي كيكون فيه لو مومون بوزيتيف، انت غادي تختارو اربيتخيرمون، يعني غادي تختار اما في جهه اليسار او لا في جهه اليمين، ما كاين حتى شي مشكل. غير كان خصنا نتبعو القواعد. الا كان كنشوفو لا فورس، الا كان في هذا الاتجاه لا فورس غادي في نفس الاتجاه لا بلس، الا كان اختارينا هذاك الاتجاه وكانت لا فورس في الاتجاه المعاكس راه موان. دونك خصنا نغيزونيو لوجيكمون منطقيا. دونك قلنا ان لو مومون سيتي اون غوندور جيبي، يعني تكون بوزيتيف او لا تقدر تكون نيجاتيف. دونك اون باس. دونك عندنا هاد الشيما كما ذكرنا قبل، دونك هاد الحال، في هاد الحاله هذه عندنا دو فورس، عندنا دو فورس في هاد الحاله هذه. دونك عندنا في هاد الحاله الجسم كيطبق عليه دو فورس، عندنا اف 1 في الاتجاه هذا اف 1، وعندنا اف 2 في هاد الاتجاه هذا، هاد الاتجاه او داك سميتو الاتجاه الصحيح او الاتجاه الايجابي هو هذا. اختارينا اربيتريرمون يعني عشوائيا اختارينا هذا، اعتبرنا بان هذا الاتجاه هذا هو بلس. دونك عندنا لا ديستانس دي 1 وعندنا لا ديستانس دي 2. دونك اشنو هو سميتو لو مومون ام دلتا دو اف سي كوا ديال اف 1؟ نشوفو اف سي بلس اف 1 فوا دي 1، يعني بلس اف 1 لان اف، علاش لان علاش جبنا بلس، علاش جبنا بلس لان اف كتمشي في الاتجاه ديال الدوران الايجابي، يعني حنا اخترنا الدوران الايجابي فاجي، يعني ان اف راه كتعاون هذا الجسم باش يدور في هذا الاتجاه الصحيح، الاتجاه الايجابي، بالتالي خدمنا اف بلس اف 1 دي 1. بالنسبه للمومون ديال اف 2 ام دلتا دو اف سي موان اف 2، هو موان اف 2 لانها كدور في العكس، لان هاد اف 2 كتجر هذا الجسم هذا باش يدور في الاتجاه المعاكس ديال الدوره الايجابي، هذا كيدور في هذيك الجهه وهي كتجبد الجهه الاخرى، وبالتالي غادي نلقاو اف 2 غادي يكون عندها موان موان، دونك لو مومون غادي يكون نيجاتيف موان اف 2 فوا دي 2. دونك هذا هو المعنى ديال انه لو مومون يقدر يكون بوزيتيف او نيجاتيف، يعني سي اون غوندور الجيبريك الجيبريك. كونديسيون ديكيليبر دان سوليد موبيل اوتور دان اكس فيك، يعني اشنو هما الشروط باش يكون في توازن اكسبيريونس. دونك عندنا واحد واحد لاكس ديال الدوران، واحد لاكس ديال الدوران او، عندنا واحد لابلاك، عندنا واحد لاماس ام، دونك غادي نربطو كل واحد بوحدها. دونك عندنا واحد لاماس هنايا، عندنا لاماس ام 1 وعندنا واحد لاماس وعندنا واحد ليست ام 1، عندنا واحد ليست ام 1. دونك هذا ليست يعني غير مرتبط مع هذا سميتو، ولكن كيطبق هو يعني ليست ام 1 يعني واحد لاماس صغيره، واحد لاماس صغيره. دونك كطبق واحد لا فورس كي اف 1، يعني شنو هو اف 2 اف 2 باردون اف 2 هو لو بوا، هو لو بوا ديال هادي، هو لو بوا ديال هاد لاماس هادي، لان عندنا كما عرفنا ان لو بوا كيجر عند لما عند سيتي ماس، وبالتالي عندها واحد القوه جذب، يعني الارض كتطبق عليها واحد القوه جذب، وبالتالي من هي ملتصقه مع هذا الجسم فان غادي تجر مع هذا الجسم في هذا الاتجاه هذا. دونك غادي تجر مع الجسم في هذا الاتجاه هذا، وبالتالي غادي تطبق علينا واحد الفورس اف 2 اللي غادي تكون متساويه مع بي، غادي تكون متساويه مع بي. دونك اف 2 اف 2 كتساوي، دونك كتساوي باردون بي، كتساوي بي. دونك هادو متساويين، متساويين اش في المنظم وفي الاتجاه وفي المنحى، متساويين اف 2 هي بي. بالنسبه لماس ام 2 لا ميم شوز،
بالنسبة لماس ام 2 سي لو ميم شوز، عندها حتى هي اف 1 كتطبق واحد القوة اف 1 في هذا، يعني عندنا واحد الخيط هنايا كيجر مع هذا الجسم، هذا كيجر يعني مرتبط مع هذا لاماس، كيجر هذا الجسم يدور في هذا الاتجاه صحيح، لان عندنا الاتجاه هو هذا، اختاريناه عشوائيا، الاتجاه صحيح هو هذا. دونك عندنا لا ديستونس دي ان اللي كت 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 كتفصل بين لاكس و اف 1، وهاد اف 1 كتساوي حتى هي لو بوا ديال هذا الوزن، كتساوي الوزن يعني لو بوا، كيما شفنا لو بوا ديال هذا دونك 2، هنايا عندنا اف بي 2، عندنا بي 1، عندنا بي 1 يعني الوزن ديال هذا الجسم، يعني اف 1 كتساوي الوزن ديال الجسم، يعني شحال كتساوي هنا هادي، هادي لا جينا نشوفو هنايا كتساوي ام فوج جي، كتساوي ام فوج جي، دونك ام فوج جي، جي كونستانت، ام هي هادي، هاهي ام 1 كتساوي ام 1 كتساوي ام 1 فوج جي. دونك وبالتالي الا كان هاد القوة هادي كتساوي مع هاد القوة هادي متساويين، يعني هادي كتجر في الاتجاه المعاكس وهادي كتجر في واحد الاتجاه اخر وكانوا متساويين، فان الجسم غادي يكون في توازن، الجسم ما غاديش يبقى يدور، ما غاديش يبقى يدور، غادي يكون في توازن. غادي نشوفوا هادشي، دونك دونك لو ديسبوزيتيف سويفون اي كونستيتي دون بلاك موبيل اوتور دان لاكس اوريزونتال، ها هو لاكس اوريزونتال اللي داير، لاكس اوريزونتال يعني عرفنا شنو هي اوريزونتال، دلتا هو دلتا فيكسون او بلاك ان ليست دو ماس ام 1، هي هادي اللي هضرنا عليها، عندها لا فورس اف 2 كتطبق على على الجسم لا فورس اف 2، فيكسون ان ان بوان ا ليكستريميتي دان فيل بورتون اون ماس ام 2. دونك قلنا ان واحد الخيط غادي نربطوه مع الجسم هنايا في هاد ا، هاد النقطة أ، وغادي يكون مربوط مع واحد لاماس، وهاد لاماس غادي يطبق لينا عبر هذاك الخيط، غادي يطبق لنا القوة اف ان على هذا الجسم هذا، دونك بيرميتون دو روماني، دونك بورتون اون ماس ام دو بيرميتون دو روماني لا بلاك ا ليكيليبر. دونك غادي تكون هادي في الاول فاش غربطنا هادي هاد لاماس، غادي يكون هاد الجسم داير لهاد الجي، ولكن فاش غادي نزيدو هاد لاماس غادي يرجع الجسم للاكيليبر، يعني بحال الا كان كاين عواج ومني درنا ليه لاماس غادي يرجع ليكيليبر، يعني غادي تقلب للجهة الأخرى وغادي تكيليبرا، يعني غادي يولي في توازن. دونك عندنا معطيات، عندنا هاد لاماس ام 1 لاماس ام 2 دي 1 ودي 2 وجي كيستيون. دونك أول حاجة فيغ لو بيلون دي فورس اكزيرسون سو لا بلاك، هاد لا بلاك هادي كنشوفو لي فورس لي اكزيرسون سيغ عليها. دونك عندنا شنو عندنا، عندنا ها لا فورس اف 1، عندنا فورس اف 1 اول حاجه، لا فورس اف 2 واش عندنا، عندنا لو بوا، عندنا لو بوا ديال لا بلاك عامه، عندنا لو بوا ديال لا بلاك، وعندنا لا فورس ديال لا رياكسيون ديال لاكس، عندنا لاكس بحد ذاته هو لاكس، على اشنو هو اللي كيخلي لاكس ديك لا بلاك، اش اللي كيخلي هاد لا بلاك ما تطيح، راه هو لاكس، راه لاكس شاد هذيك لا بلاك ما تطيح، دوك لا بلاك داك لاكس كيطبق لينا واحد القوه ديال لا رياكسيون كنسميها قوه، يعني سي اون فورس دو رياكسيون ردة فعل، يعني بحال كيدفعها كيدفعها للفوق، يعني هذيك لا فورس كيكون عندها اتجاه طالع للفوق، و البوا ديال لا بلاك يعني الوزن ديال لا بلاك كيكون نازل لتحت، دونك طبيعه انه غادي يكون متساويين، دونك لانها في اكيليبر، لانها في اكيليبر غادي يكون سميتو البوا كيساوي لا فورس ديال لا رياكسيون ديال لاكس متساويين. دونك سور لا فيغور سي دي سو تراسي سي فورس، دونك غادي تراسي سي فورس، عندنا هنايا ها لا فورس الاولى اف 1 على فورس الثانيه اف 2، هادو ما عندناش بيهم غرض لان هاد لا رياكسيون ما عندهاش تاثير، والبوا ديال لا بلاك ما عندهاش تاثير على الدوران ديال هادو، حنا كنشوفو لا فورس اللي عندهم تاثير على الدوران، كنشوفو لي فورس اللي عندهم تاثير على الدوران، كيكون عندهم افي سور لا روتاسيون ديال هاديك الجسم. دونك كالكولي لو مومون دو شاك فورس، كالكولي لو سوم دي مومون دي فورس، يعني كالكولي لو مومون ديال هادي، لو مومون ديال هادي، وكنجمعو لا سوم، كنديرو لا سوم، كنجمعو لو مومون ديال هادي مع هادي. دونك غوفير ليكسبيريونس بور ديفيرون بوزيسيون دو بوان ا، en choisissant la masse M1 afin que le système soit en équilibre. Conclusion. Donc, là,
كنبقاو نبدلو هاد لا بوزيسيون ديال ا، كنبقاو نبدلو لا بوزيسيون ديال ا حتى نلقاو ليكيليبر. يعني هي ماشي بالضروره اننا النقطه هاد النقطه ا فاش ربطنا الخيط راه هي فاش غادي يكون ليكيليبر. دونك نقدروا نربطوا النقطه ا هنا، نقدروا نربطوها هنا، نقدروا نديروها هنا، نقدروا نديروا ديك لا ماس هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. دونك حتى نلقاو ليكيليبر، يعني غادي نبقاو نجربوا حتى نلقاو ليكيليبر. هادي غادي نفيكسيوها، غادي نفيكسيوها وغادي نبقاو نبدلو هذيك البوزيسيون ديال هذه الوضعيه ديال هذه، غادي نبدلوها اما هنا ولا هنا ولا هنا حتى نلقاو ليكيليبر. يعني حتى نطيحوا على داك ليكيليبر. دونك غنشوفوا لي ريبونس. دونك تيوغيم دي مومون، تيوغيم دي مومون. دونك هذوك لي ريبونس دونك حنا جاوبنا عليهم. غادي تطبق العلاقه هي هي اف دي. دونك عندك اف اف 1 اف 1 عندك لا فورس اف 1 اشنا هي؟ هي لو بوا، هي لو بوا اف 1 هي لو بوا ديال ام 1. وبالتالي شنو هي؟ هي ام 1 فو جي، هي ام 1 فو جي، هي ام 1 فو جي. هادي شنو هي؟ هي ام 2 لا وي سي سا. دونك سي سي ام 1 غادي نعتبروا هادي ام 1 وهادي ام 2، غادي نعتبروا هادي ام 2 لان غلطتني هادي. سي ام 2 سي با ام 1. دونك سي ام 2 فوا اف 2 هادي هي فوا فو جي. ام 2 فو جي هادي فو جي غادي تعطينا القوه ديال هادي، و ام 1 فو جي غادي تعطينا القوه ديال هادي. وهادي غادي نضربوها في دي 1 غادي يعطينا لو مومون الاول اللي هو ام دلتا 1. وهادي غادي نشدو هادي وغادي نضربوها في هادي دي دو، غادي يعطينا القوه ديال لو مومون ديال الثاني. غادي نجمعوهم، غادي نشدو لو مومون الاول مع لو مومون الثاني، غادي نجمعوهم وغادي نبقاو نعاودو لا ميم شوز. غادي نبقاو نعاودو لا ميم شوز حتى نلقاو زيرو، حتى نلقاو لا سوم كيساوي زيرو، لا سوم ديال لو مومون. يعني كنلقاو لا سوم ديال هذا، لان هذا غادي يكون بلس وهذا غادي يكون موان. يعني لو سين ديال لو مومون هذا كيكون بلس وغادي هذا غادي يكون موان. وبالتالي الا كانوا متساويين ومتقابلين، مثلا لقينا مثلا هنا 15 نيوتن فو متر وهنا ناقص 15 نيوتن فو متر، ملي غادي نجمعوهم غادي يولي كيساوي زيرو. وبالتالي غادي يكون الجسم في التوازن. يعني غادي نبقاو نبدلو هاد النقطة ام، هاد النقطة ا باردون، غادي نبقاو نبدلو النقطة ديالها، غادي نبقاو نبدلو حتى نلقاو هذاك لا سوم ديال لي مومون كيساوي زيرو. يعني اش؟ يعني ان تلقاو الجسم انه في توازن، حتى يكون في توازن، حتى يلقى الجسم ليكيليبر ديالو. اتمنى انه يكون مفهوم. دونك غادي ندوزو لو تيوغيم دو مومون. يعني واحد لو تيوغيم سي اون تيوري، تيوغيم دو مومون كنسموه تيوغيم دي مومون. دونك لوغسك ان سوليد موبيل اوتور دان اكس فيكس، يعني واحد لو سوليد كي موبيل كيتحرك اوتور دان اكس فيكس، يعني حول واحد الفيكس، واحد لاكس فيكس. اي اون ايكيليبر، يعني كيكون اون ايكيليبر، يعني الا كان هذاك الشيء اللي قلت قبيله، الا كان لا سوم الجبريك دي مومون بارابور ا سي تاكس دو تو لي فورس اكسبيريور دو تو لي فورس اكستيريور ابليكي ا سو سوليد اي نول. يعني حيكون اش؟ يكون لا سوم ديال لي مومون ام دلتا اف اي كما قلت قبيله، كانوا جوج ديال الفورس، يعني جوج ديال لي مومون. ملي غادي نجمعهم خصهم يعطونا زيرو باش يكون هذاك الجسم في توازن، خصهم يعطونا زيرو باش يكون هذاك الجسم في توازن. يعني مثلا في شي تمرين يقدر يعطيك مثلا لا فورس اف 1، يقدر يعطيك ديتا دي 1، ويقدر يعطيك هذاك لو مومون باش يكون باش يكون قال لك مثلا، نقول لك حدد لا ماس ديال ام 2، حدد لا ماس ام 2 باش يكون الجسم في توازن. اش كدير؟ كدير لا سوم ديال لي مومون كيساوي زيرو. يعني ان هذيك زائد هذيك، يعني اف 1 فو دي 1 بلس اف 2 فو دي 2 كيساوي زيرو. وبالتالي باش تلقى هذيك ام 2 خاصك تطبق هذاك اللي سميتو، ترد هذيك الجهه الاخرى وتحسب. دونك كاينين بزاف ديال التمارين في هذاك الشيء، غادي نشوفو ان شاء الله فيما بعد. المهم نكملو دروك حنا الكور ديالنا. دونك هذه هي العلاقه، لا سوم ديال
لي مومون كيساوي زيرو، باش يكون الجسم في توازن ولا في اول ايكيليبر خاصو يكون لا سوم ديال لي مومون اف اي كيساوي زيرو. هادشي اللي عندنا حنا دروكا. غومارك كونديسيون جينيرال ديكيليبر، هادو هما لي كونديسيون جينيرال غادي نشوفوهم. لورسك ان سوليد اي اون ايكيليبر دو كونديسيون دواف اتر ساتيسفي، هادو هما لي كونديسيون جينيرال ديكيليبر. ايموبيليتي دو سونتر دو غرافيتي جي، يعني غادي يقول حنا عرفنا شنو هو لو سونتر دو غرافيتي جي، دونك خص يكون ايموبيل ما كيتحركش، خص يكون هذاك لو سونتر ديال الغرافيتي ديال الجسم، سونتر غرافيتي جي خص يكون ايموبيل ما كيتحركش، هذا هو الشرط الاول. دونك اش كيعني هذا؟ بان لي سوم ديال لي فورس اكستيريور اللي مطبقه على هذاك الجسم او اللي مطبقه على لو سونتر دو غرافيتي، يعني مطبقه على الجسم او لو سونتر دو غرافيتي سي لا ميم شوز، خصو يكون كيساوي زيرو، يعني لا سوم ديال لي فورس اكستيريور اللي ما كاينش في السيستيم كيساوي زيرو، ماشي انتيريور، اكستيريور كيساوي لو فيكتور نيل كيساوي زيرو. الشرط الثاني ابسونس دو روتاسيون اوتور دو لاكس دلتا، يعني خصو يكون ما كيدورش، يعني خصو يكون ابسونس، يعني ما كايناش اون روتاسيون باش يكون اون ليكيليبر، خصها ما يكون حتى دوران، خصو يكون واقف ما كيدورش، هذا هو ليكيليبر. دونك خصو يكون ايموبيليتي دو سونتر دو غرافيتي جي اي ابسونس دو روتاسيون اوتور دو لاكس دلتا، هادو هما الشرطين باش يكون ان سوليد اي اون ايكيليبر. ماذا يعني هذا؟ لا روتاسيون يعني يكون ابسونس دو روتاسيون اوتور دو لاكس دلتا، سي كوا؟ سي لا سوم ديال، يعني ان لا سوم ديال لي مومون دلتا دي فورس اكستيريور كيساوي زيرو، يعني ان لا سوم ديال لي فورس اكستيريور كيساوي زيرو ولا سوم ديال لي مومون ديال لي فورس اكستيريور كيساوي زيرو، هادو هما جوج شروط يعني عبرنا عليهم ماتيماتيكمون بالارقام وبالعلاقات. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.